السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم الدكتور علي الوائلي كوفاوندر IGS Medical Education. وإن شاء الله اليوم موضوع الحلقة الثانية راح يكون عن مرض معدي اللي هو اسمه أو جلدي هو أيضا اللي هو داء المليساء أو داء اللؤلؤة، ومن ترجمة بالعربي يطلع داء المليساء المعدي، بس هو المشهور به اللي هو داء اللؤلؤة اللي هو مولوسكوم كونتجيوز. هسه نجي شنو سبب هذا المرض داء اللؤلؤة؟ سببه هو فيروس يدعى البوكس فيروس. طبعا البوكس فيروس به أربع أنواع، ولكن النوع الأول اللي هو المشهور هو اللي يسبب داء اللؤلؤة. داء اللؤلؤة يدخل للإنسان عن طريق التشققات الجلد المرئية والغير مرئية، يعني التشققات الصغيرة أو التشققات اللي نشوفها، وأيضا ينتقل عن طريق الجهاز التنفسي وأيضا عن طريق العين. طبعا هسه راح يجي واحد يقول ليش سموه داء اللؤلؤة؟ سموه داء اللؤلؤة لأن إحنا راح ينتشر بالجسم على شكل نقط بيضاء. هاي النقط البيضاء من تجي تركز بها وتكبرها راح تشوفها إنه هي مثل اللحمية، تكون بداخلها اكو مثل التقعر، تقعر بسيط، فهم يشبهوها انه مثل انه بطن وبداخلها الصره، مثل ما راح نشوف هاي الصوره، بطن وبداخلها الصره. هاي انه شلون نميزها انه احنا صرنا داء اللؤلؤه. ولكن ملاحظه اللي عندهم مرض العوز المناعي او الايدز راح نشوفها بغير شكل، اللي هو شكل يعني ما راح يكون مثل داء اللؤلؤه او مثل شكل اللؤلؤه. طبعا هي تنتشر كل مكان بالجسم، ولكن مكانين ما راح تنتشر به او تكون بصوره كلش نادره اللي هي راحه اليد وراحة القدم، بالإضافة للأعراض تصير بك يعني بعد الإصابة بهذا المرض داء اللؤلؤة من أسبوعين إلى 4 أسابيع. طبعاً ما بي أي ما راح تكون أي حكة أو أي ألم بالموضوع، ولكن إذا صار بها التهاب أو حاولت إنه تقبحها أو شيء وصابها التهاب، بهاي الحالة راح تصير عندك ألم وحكة وإحمرار أيضاً. شنو العوامل اللي تساعد على إنه هذا الفيروس يدخل جسم الإنسان؟ أولاً إذا كانت مناعته قليلة اللي هم الإميون كومبرومايز. الاميون كومبرومايزد اللي هم مثلا الحوامل، الاطفال، الكبار السن، او اللي يستخدمون الاستيرويد، الادويه الاستيرويد على المدى الطويل، بالاضافه الى المرضى اللي عندهم مرض العوز المناعي اللي هو الايدز، هذول يكونون بصوره كبيره معرضين ان يصابون بهذا الفيروس، بالاضافه الى عن طريق انتقال من شخص مصاب بهذا الفيروس اليك. شلون يعني؟ يعني شخص هو مصاب بهذا الفيروس ينتقل لك عن طريق مثلا الملابس اللي هو يلبسها وانت تجي تستخدمها، او مكان مثلا الميز او غيره، انه هو كان متصل بهذا الجسم وجيت انت مثلا خليت ايدك او هاي، هو راح ينتقل لك، بالاضافه الى مثلا المسابح، استخدام الات الحلاقه وغيرها، بالاضافه الى الاتصال الجنسي. طبعا هذا المرض يعتبر من اهم الامراض اللي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي. طبعا اكو ملاحظه خلينا نذكرها هنا، انه هذا المرض دائما يصير ويا امراض جلديه اخرى. مثلا نشوف بيشت او مريض عنده اكزيما راح يكون مصاحب له هذا داء اللؤلؤه. بالنسبه للتشخيص طريقتين بس، اول كلينيكالي عن طريق الاعراض، يعني الدكتور راح يشوف الشكل مالتها راح يكون مثل ما قلنا انه هي مثل اللؤلؤه وداخلها مثل منطقه الصره او التقعر، هذا راح نعرفه عن داء اللؤلؤه. بالاضافه اذا يريد يتاكد 100% راح يقدر يستخدم الميكروسكوب ونشوفها. هسه نجي بالنسبه للعلاج. طبعا هذا المرض هو سيلف ليميتنج، يعني شنو؟ يعني هذا المرض من وحده يروح ما يحتاج اي علاج ويبقى تقريبا شهرين، ولكن بعض الحالات يكون يعني اكثر من شهرين ومرات يستمر لمده سنين. فبهاي الحاله راح نحتاج العلاجات. العلاجات هي اولا الكرايوثيرابي. الكرايوثيرابي مثل ما قلنا هي العلاج بالتبريد باستخدام الكربون الثلجي او نستخدم النيتروجين السائل، وتحتاج ايضا اكثر من جلسه. الطريقة الثانية هي طريقة الكورتاج أو الكوي، بهاي الحالة نقدر إنه نشيلها أو نكويها للمنطقة. الطريقة الثالثة نستخدم العلاج اللي هو الميكرومويد أو الكريم ألدارا. هذا العلاج طبعاً شلون شغله؟ يشتغل على الإميون ريسبونس موديفاير. يعني شنو الإميون ريسبونس موديفاير؟ يعني يشتغل على مناعتك، يعني يعزز المناعة وينشطها، وبهاي الحالة نقدر نقضي على الداء اللؤلؤة.